اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، ستبدأ إن شاء الله المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا COVID-19. في هذه المرحلة سنشهد بحمد الله تعالى افتتاح عدد محدود للمساجد وبعض المحلات في مراكز التسوق وحدائق محدودة لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الرحلات إلى الخارج للضرورة القصوى. ولكن هذا لا يعني التهاون في إجراءات الوقاية من قبل أي طرف، بل يلزم التطبيق الصارم من قبل الجميع أفراداً وجهات الأفراد الإجراءات الصحية الوقائية. هذا الالتزام هو ما سيساعدنا في استمرار انخفاض معدل انتشار الفيروس في المجتمع. فكلنا مسؤول، وكما أنك ملتزم في إجراءات الوقاية من حقك أن يلتزم الآخرون وأن تطبق الجهات المعنية في المساجد ومراكز التسوق والحدائق وجهات العمل والمجتمع ككل ما عليها من التزامات لحمايتنا وحماية أسرنا ومجتمعنا. وهنا نوجه رسالة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، خلال هذه الفترة ندعوكم إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن التجمعات بما في ذلك مراكز التسوق، وننصح بالاكتفاء بالصلاة في المنزل. نسأل الله الصحة والسلامة للجميع.